السلام عليكم ورحمة الله. دعاء مهم أحببت أن أذكرك به أخي الحبيب، لا تنساه رجاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذه آية في القرآن على فكرة، في سورة البقرة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. هذا دعاء لمن تعسر زواجه أيضا على فكرة، ولمن ضاق به الحال، ولمن تأخر في سن الزواج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تأثير هذا الدعاء؟ عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن حسنة الدنيا فقال: هي المرأة الصالحة أو الزوج الصالح بنفس الوقت، وحسنة الآخرة هي الجنة، وأن يقيك الله يبعدك عن عذاب النار، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ فإذا كتبت الآن عنده من أصحاب الجنة اعتبر أن كل أمورك ميسرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أنت الآن ترجو الله وتسأل الله أن يؤتيك زوجة صالحة تقر عينك بها. هذا الأمر أخي الحبيب والله يثلج الصدر بالنسبة لمن تعسر زواجه. الجزء الثاني من الدعاء: وفي الآخرة حسنة، لمن يأس من هذه الدنيا أقول أدعو بهذا الدعاء ليشرح الله صدرك في هذه الدنيا، لتعلم أنك إن شاء الله إذا ضاق بك الحال في الدنيا حسنة الآخرة بانتظارك. يعني إذا كان وضعك ضيق في هذه الدنيا، الرزق ضيق، الحال ضيق، فهناك جنة عرضها السماوات والأرض هي حسنة الآخرة بانتظارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمجرد أن استجاب الله لك ووقاك عذاب النار سيصرف عنك كل شر، لأنك أصبحت إنسانا من أهل الجنة تمشي على الأرض، فلن يصيبك شر بعد الآن، لن يصيبك ضر إن شاء الله. فهذا الدعاء كان النبي يكثر منه كثيرا، فلا تنساه أخي الحبيب، كل يوم كرر هذا الدعاء 7 مرات 10 مرات أو أكثر، حتى يرتاح قلبك وحتى تهدأ وتشعر بمتع الدنيا إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.